هوروسكوب هوروسكوب صباح الورد صباح الحدود على جوهرة اف ام. الحمل نبداو برج الحمل اللي نقولوا له طالعك فتره حافله بالواجبات والمسؤوليات على انواعها ما تتهربش منها، قد يتغير الوضع لصالحك شرط انك تتحلى بالليونه. الثور هناك تقدم ودعم مالي ومعنوي، فتره ايجابيه تجلب لك ربح، شرط التحلي بالنباهه والفطنه وتنتظرك ارتباطات مهمه. الجوزاء حان الوقت لحسم الامور العالقه، تسمع جواب كنت تنتظره، تتحرك وتجيك فرصه ذهبيه، حاول انك ما تضيعش الوقت. السرطان جنب القاء اللوم على الاحباء وكذلك الكلام الجارح، هي فتره فارغه من الحظوظ كليا، ما تراهنش عليها وابحث عن الهدوء والسلام. الأسد كن عنصر إيجابي، ما تتسببش بالنفور للناس اللي دايرين بيك وما تفوتش عليك حتى فرصة للمصالحة وتسوية كل الأمور العالقة، فترة إن شاء الله بشكون واعدة، فبشر يا برج الأسد. العذراء ما تستخفش بالعمل متاعك واحترم الالتزامات وما تشوهش صورتك حتى لا تندم أشد الندم، فرصة لاستلام موقع مهم وإن شاء الله الحظوظ الكل تكون داعمة. الميزات فترة تحمل لك انفراجات وتعاطف، ما تقعدش مكتوف أيدي، تتحسن الأجواء وترتفع المعنويات. العقرب حاضر من خلاف مع القانون، جنب القطيعة في العلاقات، عالج المسائل الطارئة بهدوء وحكمة وجنب التوتر كليا. القوس حاضر من نبرة الصوت العالية اللي قد تنجرف وراءها، تسبب لنفسك بعض المتاعب، حاول ما تنفعلش وتحلى بالهدوء والرصانة. الجدي ابدأ نهارك على بكري وحاضر من تراجع صحي، ما تهملش روحك، نظم وقتك، تفادي التأخير والتقصير ينجم منعوك في الفترة الجاية من برشا مشاكل. الدلو تفرح وتعيش لحظات سعيدة نسبيا، فترة إيجابية ومناسبة لطرح أفكارك وارتباط، ما تهملش واجباتك تجاه العائلة والأحباء، تطمئن الخواطر وهذا باش يسمح لك بالمصالحة والتفاهم مع اللي دايرين بيك. الحوت ونختم مع برج الحوت اللي نقولوا له ينسب تركيزك على شؤونك الخاصة، عائلية منزلية، تفضل الجلسات الحميمية، تبعد على الأضواء وتهتم كان بالمقربين، إن شاء الله ديما محظوظ يا برج الحوت. كانت هذه قراءة أبراجكم وحدودكم لليوم، أنا أقولكم استنوني غدوة في قراءة جديدة. تشاو تشاو أدوما.